شوف حبايبي انتم تستاهلوا، انتم تستاهلوا، وقبل ما تزعلوا مني افهموني، خليني افهمكم واحده واحده. الناس اللي قاعده تنتقد حاليا ليش ناس محتواها تافه ومحتواها ماهوش هادف، وجايه مشاهير تيك توك ومشاهير انستغرام وتاخذ في هدايا والناس مرحبه بها، واحنا الناس قاعده واقفه طوابير في المصارف، وفي عندنا ناس محتاجه للصدقات ومحتاجه لمن يعطيها ومش محصله. معلش انتم او نحكي، خليني نكون واضح اكثر ودقيق اكثر، الاغلبيه الساحقه منكم جعلت من الحمقى مشاهير للاسف الشديد. خليني افهمك شيء لازم تعرفه عن السوشيال ميديا بشكل عام، وهو ان المحتوى سلعه، المحتوى نفسه اللي الناس تصنع فيه سلعه، سواء فيديو سواء صور سواء منشورات او غيرها، اي نوع من الكونتنت. السلعه هذه كل ما الناس كانت حواليها أكتر وكانت مهتمة بها أكتر، من ناحية أنها هي تتفاعل معها وتعلق معها وتتفرج عليها ومهتمة بها أكتر، كل ما زادت قيمة السلعة هذه، بغض النظر على أن السلعة هذه كانت شيء هادف وشيء يفيدك في حياتك اليومية أو مجرد ترفيه أو مجرد محتوى منحط. معلش يعني سامحوني على الكلام هذا، وحتى لو كان ترفيه فهو شن قدم لك أنت، شن قدم لك في حياتك الشخصية وحياتك اليومية. أنت لما أو أغلبية الشعب أو الشريحة العظمى من الشعب لما تكون هي محيطة أكتر شيء بهذا النوع من المحتوى، فاللي حيصير طبيعيين وبديهين أن قيمة هذا المحتوى حتزيد. فالناس المستثمرة أصحاب المشاريع والناس اللي عندها فلوس والناس اللي عندها رؤوس أموال حتستقطب الناس اللي محتواها بهذا الشكل. ليش؟ لأن الناس مهتمة بهذا النوع من المحتوى، لأن الناس تتفاعل مع هذا النوع من المحتوى. عفوا، لو قراء القرآن مثلا أنتم كنتوا تدعموا فيهم، أو الناس اللي مثلا تعطي فيكم في محتوى تعليمي ممكن يفيدك في تطبيقه في حياتك اليومية، لو أنتم اهتميتوا بهم كشريحة من الشعب وكنتوا متفاعلين معهم وكنتوا تدعموا فيهم، لكانوا رؤوس الأموال والناس اللي عندها فلوس كانت فعلا تستثمر فيهم، يقولك آه هذو من الناس مهتمة بمحتواهم، وبالتالي حيستقطبوهم لبلادنا وحيجيبوهم وحيتعاقدوا معهم وحياخدوا كل شيء يستهلوه. شوفوا، في ناس طبعا حيفهموا أننا نحتاج إلى نوع من الدعاية لنفسي، هذا موضوع ماليش أي علاقة. أنا بالنسبة لي شغلي الأساسي ماهوش مربوط بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا الهدف الأساسي منها هو توعية الناس، هو تقديم محتوى إيجابي هادف، محتوى رياضي، محتوى إيجابي تحفيزي، عشان الناس تغير من مسار حياتها للأفضل. هذا فقط هدفي الأساسي من السوشيال ميديا. بغض النظر، عندي مواضيع تانية شغلي مش مربوط بالسوشيال ميديا بشكل مباشر نهائيا، ولكن في ناس للأسف مستثمرة وقتها بشكل رهيب جدا في السوشيال ميديا، والناس هذه مش لاقية، الناس اللي محتواها هادف مش لاقية من يدعمها، لأن الأغلبية الساحقة من الشعب مهتمة بالمحتوى التافه، وبالتالي طبيعي جدا ان رؤوس الاموال والناس اللي عندها استثمارات والناس اللي عندها اموال انهم حيجيبوا الناس اللي محتواهم جايب انجذاب وجايب اهتمام. فهمتوني؟ فالان انتم انقرصتوا كمشاهدين، الان انتم فقتوا، الان انتم فهمتوا احنا لازم عندنا الان مفترق طرق، لازم نفيقوا لروحنا، يا اما نمشوا للمحتوى الهادف وندعموه، ولما نشوفوا شيء تافه نجبده عليه نهائيا، ما نتفاعلوش معاه بأي طريقة كانت ممكنة، يعني لا نعلقوا لا نتفرجوا لا نشاركوا، حتى تعليق سلبي ما نعلقوش، نشوفوا فكني نبي نتبع الشخص الفلاني، أنا الشخص هذا حيفيدني اقتصاديا مثلا، شخص يعلمك كيف تستثمر أموالك، شخص يعلمك كيف تستثمر في صحتك في الأكل متاعك مثلا، شخص يعلمك كيف تتعلم مثلا مهارات جديدة تفيدك في الحياة، شخص يعلمك على الكمبيوتر، يعلمك على التليفونات. فهمتوا؟ هذه الناس اللي مفروض أنتم تعطوها اهتمامكم، عشان هيك وبالتالي اللي حيصير ان السوشيال ميديا بشكل عام حترتقي في بلادنا، مش بس في بلادنا الليبية، فحترتقي في الوطن العربي بشكل عام. فهمتوا؟ هذا يعني قرصة ودن، او هذا كان انذار خفيف بسيط لنا احنا مفروض نستيقظ او مفروض نستيقظ ومفروض نفهم هذا الموضوع. ياريت 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 تحطوا منشن وتشاركوا هذا الفيديو عندكم عشان غيركم يستفيد ويحط هذا الموضوع في باله، ومعادش نرجع نكرر هذه الأخطاء، أو على الأقل نقننوا من هذه الأخطاء، بأن أول حاجة نحن نهتم بالشيء اللي يفيدنا. أنت مثلا اهتمامك على التليفونات أو الموبايلات، شوف حسابات ناس تعلم على الموبايلات وخش تعلم منهم. مثلا أنت اهتمامك بصحتك وبالفتنس وباللياقة، خش شوف ناس محتواهم عن الفتنس واللياقة والصحة واهتم بيهم.
مثلا انت اهتمامك عن الكمبيوتر نفس الشيء، اهتمامك انك تبي تتعلم لغة انجليزية نفس الشيء. في ناس حرفيا قاعدة تعاني لان ما فيش اهتمام بمحتواهم، قاعدين يعانوا لان ما فيش اهتمام بمحتواهم، لان الاهتمام ماشي وين؟ ماشي لناس تشارك في حياتها اليومية، ناس مثلا تحديات على تيك توك، التحديات السخيفة، ناس مثلا تضيع في وقتها وفي وقتكم انتم، حتى اللي سافر شن فادك؟ مثلا انا مشيت سافرت البلاد وهذه البلاد حلوة وكذا، لا ولا اكتشفنا ثقافاتنا، شن سافرت انت في حياتك اليومية؟ شن هو الشيء اللي طبقته في حياتك اليومية؟ هذا نوع محتوى يسمى محتوى ترفيهي، entertainment، ما هوش تعليمي. ابحث عن المحتوى التعليمي عزيزي، وشارك هذا الفيديو مع واحد ضايع قاعد متخبط، لعله وعسى يستيقظ ويستفيد، وحتى نترك فيديوهات تانية يستفيد. Peace out.